each type of cargo. يعني عد المركب بتاعك استطاع ان هو يحمل قد ايه، قدر يحمل كام من الحمولة. When the boat sinks، عندما يبدأ المركب بتاعك ان هو يغرق ولا يستطيع ان يطفو، return its cargo، يعني رجع الحمولة مرة اخرى حتى يظل طافيا، عشان يفضل المركب بتاعك طافي وعايم فوق الماء. اوكي، so in this test ان شاء الله احنا هنستخدم مع بعض الماربل. ماربل يعني البلي. اوكي، how much cargo can we put in our boat before it starts to sink؟ هنشوف كام بلية احنا ممكن نضعها حتى يستطيع المركب بتاعنا ان هو يحملها، ولو زودنا عنها هيبدأ ان هو يغرق. فلو جبنا red marble، بلية لونها احمر، جبنا منها واحدة، وجبنا green marble one، yellow marble one. So the total number of pieces of cargo is 3. اوكي، يبقى هنعمل زي كده يا اولاد، هنجيب المركب بتاعنا، this is our boat. اوكي، and we start to place. place يعني نضع one marble، red marble. as you see our boat is floating. floating يعني يطفو، ما زال يطفو، is floating. then we will place another marble، هنحط بلية أخرى، yellow marble. as you see it is still flowing. floating. and this is the green marble. as you see our boat is still floating. ما زال المركب بتاعنا يطفو فوق الماء. اوكي، طيب لو احنا يعني لو احنا زودنا العدد عن 3 ممكن ان هو يبدا ان هو يغرق. يعني انا I want you to make this test in your home. اوكي، and see how much you will